سلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قوي. اعذروني على اني بتأخر عليكم في الفيديوهات بتاعتي، بس بكون مشغولة شوية. كنت اتكلمت معاكم الفترة الاخيرة على البيج بتاعت الفيسبوك بتاعت القناة بتاعتنا، ان الفيديو الجاي ليا هيكون عن الميك اب. هكلمكم عن مشترياتي. اول اوردر اطلبه اونلاين من على الفيسبوك، صراحة كان اوردر كويس، الماتيريال حلوة، يعني تقييمي ليه كانت تجربة كويسة. اول حاجة طبعا بنحتاج ان احنا نستخدمها هو الفاونديشن. لازم تحددي الاول نوع بشرتك، جافة ولا دهنية ولا مختلطة. انا البشرة بتاعتي جافة، جبت لها فاونديشن ريفلون كولر ستي، الدرجة بتاعتي ساند بيج، مكتوب عليه ان هو بيقعد 24 ساعة، بس طبعا انا ما جربتش اقعد بيه طول المدة دي. الميديم الكفرج بتاعته ميديم، يعني متوسطة. ممكن انت لو عايزاه فول كفرج بتبدأي تعملي طبقة تانية ليه. هوريكم دلوقتي الدرجة بتاعته على ايديا. العيب اللي انا ملاحظاه فيه ان هو زي ما انتوا شايفين كده ملهوش حاجة ننزل منها الفاونديشن يعني، فده بصراحة بيهدر معايا فاونديشن كتير، يعني المفروض يكون لي بخاخ. هوزعه بالبيوتي بلندر عشان خاطر اوريكم الدرجة بتاعته على ايدي. هي البنت بصراحة جابت لي نفس الدرجة بتاعت بشرتي بالظبط، انا كنت قلقانة لما تجيبش نفس الدرجة. يعني البيوتي بلندر دلوقتي هي ناشفة، يعني انا مش مكنتش بستخدمها بقالي كذا يوم، وده الكفرج بتاعته كده. انا حاطة طبقة واحدة طبعا عشان هو للبشرة الجافة، فلازم يبقى فيه يعني بيدي زي ضي كده شوية عشان خاطر البشرة الجافة ما تبانش ان هي فيها مثلا اماكن جافة. لو عايزين بنزود هنحط منه طبقة تانية. هقول لكم دلوقتي على كل اسعار حاجة اشتريتها برضو عشان تبقوا عارفين. الريفلون جبته ب 150 جنيه، سعره طبعا كويس جدا، مش غالي قوي ولا هو برضو رخيص، يعني حاجة متوسطة. تاني حاجة اكلمكم عنها هي البيوتي بلندر، وده شكلها طبعا انتوا شفتوها اكيد في فيديوهات تانية، ودي حجمها مقارنة بحجم ايديا. هي دلوقتي كده صغيرة لسه، لما ما ببلها في المية وبتعصريها بتكبر، بتنفش اكتر من كده يعني، بس هي بصراحة سوفت جدا وجميلة جدا، يعني مش زي اي بيوتي بلندر استخدمتها نوع تاني. البيوتي بلندر جبتها ب 195، وده تقريبا كان اقل سعر لقيته ليها على الفيسبوك. جايبهم كلهم من بنت واحدة، مكتوب عليها هنا تحت made in USA، بس لو مفيش بنت مثلا او لو في بنت قصدي ما تقدرش انها تجيبها، ممكن تستخدم البيوتي بلندر اللي بتتباع مثلا في المحلات اللي هي ب 20 جنيه، برضو كويسة مش وحشة. هي بس الفرق انها بتبقى مسامها اوسع شوية من البيوتي بلندر ومش ناعمة زيها، فبتستخدم بتهلك معاكي فاونديشن كتير، بس برضو تقريبا يعني نفس الفينش قريب لبعض. مش لو مش في مقدرتك تجيب البيوتي بلندر، هكلمكم بعد كده عن باودر ريميل ستي مات. انا جايباها الدرجة الشفافة، مش بتدي لون بعد الفاونديشن بس عشان خاطر تثبته.
هوريكم برضو كده درجتها على ايديا اهي اهي، مش بتدي اي لون، هي بس عشان تثبت الفاونديشن عشان لو في حر او حاجة ما يسحش يعني، بتثبته. بودر ريميل جايباها ب65 جنيه، وهتكلم معاكم كمان عن كونسيلر ميبيلين، طبعا غني عن التعريف. الدرجة بتاعتي لايت، برضو كانت مناسبة جدا للبشرة بتاعتي، هوريكم درجته هنا على ايدي. دي الدرجة بتاعته، مناسبة برضو لبشرتي، انا لون ايدي اغمق شوية من بشرتي يعني. كمان هكلمكم عن الف كريم ايلاينر، بصراحة ممتاز جدا 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 على سعره، يعني كويس قوي، مش غالي. الكونسيلر سعره جايبه ب90 جنيه، والالف انا طبعا استخدمتهم بس عشان اوريكم هو بيجي ازاي. معاه برضو براش صغيرة كده حلوة اهي، مشطوفة شوية كده ورفيعة، وهعمل لكم برضو سواتش للدرجة بتاعته اهي. بصراحة السواد بتاعه تحفة ومط يعني، وثابت جدا، مش بيتشال غير بالرموفر بس، يعني مش سهل ان هو يتشال. الالف جايباه ب65 جنيه، طبعا هو بالنسبة لسعره فهو ممتاز جدا يعني، مش غالي. في طبعا ماركات تانية اعلى منه، زي يعني ماركات كتير، بس مقارنة بالف مثلا لو هتستخدميه يومي فهو ممتاز على سعره. وكمان جبت ال NYX ماسكارا للحواجب، فظيعة تحفة جدا، بتدي لوك حلو. انا حواجبي مش محتاجة ان انا ارسمها، بس يعني جبت الماسكارا لونها غير لون حواجبي، ان لون حواجبي اسود، فجبتها اللون ده، اسمه تقريبا بريونيت، مش عارفة انا بنطقها صح ولا غلط. ودي الماسكارا، انا بس بجيبها عشان امشط بيها حواجبي، و يعني اغير من لونها بس افتحها شوية. هي الدرجة دي لا هي بلوند ولا هي بني، يعني درجة وسط، بصراحة حلوة جدا، انا مكنتش متوقعة ان هي تبقى كده. هوريكم برضو ليها يعني لونها، مثلا اهو اللون بتاعها مش غامق ومش فاتح، لونها حلو جدا وبتثبت كتير، مش بت يعني ده تقريبا اللون بتاعها، مش عارفة اذا كان واضح في الصورة برضو ولا لأ، بس لونها جميل جدا يعني، انا حبيته. سعر الماسكارا جايباها ب100 جنيه. وكمان هتكلم معاكم عن ال NYX سوفت مات ليب كريم، هو جميل يعني، اللوك بتاعه مات، بس بتقعدي بتاع شوية 10 دقايق كده ولا حاجة على ما ينشف عشان يديك اللوك المات يعني. دي الدرجة بتاعته، وجايباه ب75 جنيه.
بس من رأيي ان هو بيتمسح بصراحة، حاسة ان هو بيتمسح بسهولة يعني، مش بيكون ثابت على يعني لفترة طويلة شوية، حاسة بيتمسح بسرعة. وكمان هوريكم الماريلو، الإضاءة غنية عن التعريف، هي ممتازة جدا. وده الشكل بتاعها، هعمل لكم دلوقتي سواتش ليها عشان تشوفوا الدرجة بتاعتها. اهي الإضاءة عندي برضو ضعيفة، مش عارفة مبينها ولا لأ، بس هي بتدي لمعة جميلة. هي بتتحط على ال هي بينت اهي، هي بتتحط على عظمة الخد، وفي ناس بتحطها عند المناخير كده في النص، بس هي ممتازة. الماري لو جايباها ب 240 جنيه، بس هي جميلة بصراحة. هكلمكم كمان عن سيت الفرش بتاع ريال تكنيكس، انا جايباها للايز، الفرش بتاعتها هنا مكتوب ورا استخدام كل فرشة ايه، هما 5 فرش بيجوا في كفر كده شكله حلو، يعني زي شنطة صغيرة تنفعي تاخديها معاكي مثلا في شنطتك. اهي انا كنت مستخدماهم يعني لسه ما غسلتهمش. دي بتاعه الايلاينر، رفيعه وجميله وشعرها متماسك، يعني ترسمي بيها خط الايلاينر بتاعك اذا كنت عايزاه رفيع، او لو عايزه تعمليه تخين شويه بتبداي تتخنيه يعني شويه. الفرش مكتوب عليها اسم كل فرشه، مش عارفه برضو ظاهر ولا لا، اهو ودي المفروض انها مكتوب انها فرشة للحواجب، بس انا من رأيي اني شايفاها تخينة جدا على الحواجب، يعني شعرها كثيف وعريضة، هي مشطوفة بس شعرها كثيف قوي على الحواجب ان انت ترسمي بيها. يعني ممكن نرسم بيها مثلا خط ايلاينر تخين، او تستخدميها في الاي شادو اللي تحت العين، بس هي الشعر بتاعها جميل جدا وناعم. ودي فرشة بلاندنج، بصوا اهي جميلة جدا، ممتازة. هي دي تقريبا اكبر حجم في السيت كله. وفي كمان الفرشة دي بنحط بيها الاي شادو على الجفن المتحرك بتاع العين، اللي هو الجفن المتحرك، برضو الماتيريال بتاعتها تحفة ناعمة جدا، يعني الاتنين في البلاندنج كويسين برضو. ودي فرشة صغيرة مكتوب ان هي بتستخدم للاي شادو اللي تحت العين، انا من رأيي انها ممكن تنفع للحواجب عشان هي رفيعة ومتماسكة برضو شوية، يعني مش شعرها طالع على خفيف فوق، مش تخين. وممكن نستخدمها للإضاءة بتاعت زاوية العين او الإضاءة اللي تحت الحاجب، يعني ليها كذا استخدام. انا مش بحب اقول نستخدم الفرشة دي لازما لكذا والفرشة دي لكذا، يعني انت حسب ما ترتاحي في استخدامك لكل فرشة ايه. وبرضو ممكن وانت بتستخدميهم بتثني الجراب ده كده، وليه هنا زي زرار كده بتدوسي عليه عشان تضيقيه،
وتوقفي الفرش كده وتستخدميها. بصراحة هما حلوين جدا. ست الفرش ده عامل جايباه ب180 جنيه، بس هو بصراحة حلو وممتاز، بس لو واحدة بروفيشنال اعتقد انه مش هينفعها، لان يعني البلاندنج بتاع الفرش بتاعت البلاندنج كبيرة شوية على العين، فاكيد بيحتاجوا معاها فرش اصغر من كده، مش دي بس يعني. كده انا خلصت الريفيو بتاع الاوردر اللي انا اشتريته، يا رب يكون عجبكم، او ما كنش نسيت اقول لكم على حاجة. لو في اي استفسار ما تنسوش يا بنات تكتبولي في التعليقات في الفيديو، انا هرد عليكم، او تبعتولي على الصفحة بتاعت الفيسبوك. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو ما اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد. باي باي.